إشغال الشطر الأخير من الطريق السيار شرق غرب الرابط بين بلدية الذرعان بطرف والحدود التونسية وتيرة إنجاز متسارعة ومتابعة تقنية وميدانية دقيقة، وهذا بغرض وضعه حيز الخدمة في السداسي الأول من سنة 2019. زينب برنوسية. الطريق السيار شرق غرب أو ما يسمى بمشروع القرن يعرف شطره الأخير الرابط بين بلدية الذرعان بالطارف والحدود التونسية تقدما كبيرا بفضل مضاعفة وتيرة الأشغال واجتياز العديد من العراقيل. هناك 70 ورشة عمل على مستوى الطريق، على مستوى 84 كيلومتر، يعني نجم القلوب اللي شاك كيلومتر كاين ورشة. الأشغال لحد الآن ماشية على أحسن ما يرام، معظم المنشآت الفنية أتممت. هذا الإنجاز الضخم يتوفر على 60 منشأة فنية وأربع محولات، حيث تحظى مختلف الورشات بمتابعة تقنية دقيقة باستغلال الظروف المناخية والعمل دون انقطاع. هناك ورشات ليلية ورشات في النهار، متابعة لصيقة، طبعا إطارات كفؤة ذات خبرة، مكتب المتابعة مكتب دراسات مشترك جزائري إيطالي له من الخبرة ما يؤهله لمتابعة هذه المشاريع الكبرى. وللمكسب انعكاسات إيجابية على مستقبل هذه الولاية الحدودية. المشروع يحمل انعكاسات اقتصادية وسياحية كبيرة، خصوصا بالنسبة لولايتي عنبة والطارف. من جهة أخرى، يمكن لهذا المشروع الهام استحداث فرص تشغيل للشباب. هذا وقد حدد تاريخ السداسي الأول من سنة 2019 كموعد لوضع حيز الخدمة بعد استكمال أشغال كل الملاحق والمرافق الخدماتية والمراكز الخاصة بالصيانة المراقبة والإنذار.